السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في حصة جديدة من مكون القرآن الكريم. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح سورة الناس، سنقوم بشرح معاني آياتها. تابعوا معي. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. إذن سنشرح الآية الأولى من هذه السورة الكريمة. يقول تعالى: قل أعوذ برب الناس. ومعنى هذه الآية الكريمة: أحتمي بخالق جميع البشر، يعني أنا أحتمي بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون كله. ملك الناس، ومعناه الحاكم لجميع هذه المخلوقات التي خلقها. من شر الوسواس الخناس، معنى هذه الآية الكريمة: من شر كل من يزرع الفتنة والسوء، يعني بين الناس. الذي يوسوس في صدور الناس، ومعناه الذي يدفع بالإنسان إلى إساءة الظن وفعل الشر بالآخرين. من الجنة والناس، ومعناه أي من شياطين الجن وكذلك من شياطين الإنس. والمعنى الإجمالي أحبتي الصغار أنه يجب أن نستجير بالله خالق كل الناس أن يحمينا من شياطين الجن وشياطين الإنس أيضا التي توسوس في صدور الإنسان لإثارة الفوضى والشقاق. هذه أحبتي الصغار كان شرحا ميسرا لسورة الناس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم.